ragazzi, come state? In questo video andiamo ad imparare insieme i numeri in italiano. Restate con me. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الارقام في اللغه الايطاليه. قبل ما ابدا حابه ارد على كومنت حد كتبهولي بيقول لي الافضل انك تعملي سلسله فيديوهات عن اللغه الايطاليه. طيب انا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله تاني، ان انا مش بقدم كورس للغه الايطاليه قد ما انا بحاول اسرسب لعقلك معلومات عن ايطاليا نفسها وعن الطلاينة وعن ثقافتهم، ومعاهم هتلاقيني بقول بكلمك عن قواعد اللغة الإيطالية وعن دراسة اللغة الإيطالية نفسها وعن نصايح كمان ازاي انك تتعلم اللغة وتتكلمها بيرفكت في وقت قصير. ممكن موضوع سلسلة الفيديوهات ده اعمله قدام شوية، ولكن حاليا اوريدي بنقدمه في البرايفت كلاسز، او اي حد هياخد كورس في اي حتة هيقدموا له المحتوى ده. لكن احنا هنا بنعمل حاجة مختلفة شوية، وهي ان احنا بنحاول نعلمك الايطالي ان اوتوماتيكو، من غير مجهود، من غير ما تبذل مجهود تلاقي نفسك بتعرف ايطالي وعارف عن ايطاليا وعارف عن حضارتها وعارف عن ثقافتها وهكذا. Iniziamo. Allora, all'inizio vorrei dire che noi utilizziamo tantissimo i numeri in italiano per indicare l'età, per indicare il giorno, il mese e l'anno di nascita, per indicare anche il numero di cellulare e per calcolare in italiano. Allora, iniziamo. طيب هنبدا بالارقام من 1 ل 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعدين الارقام من 10 ل 90. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. طيب من 11 ل 19. 11 12 13 14 15 16 17 18 19. طيب لو عايزة اقول من 21 ل 29، او من 31 ل 39، او من 41 ل 49، اوكي بعمل ايه؟ طيب انا عندي مثلا رقم عايزة اقول 25، اوكي احنا قلنا مع بعض ان 20 يعني 20 و5 يعني 5، اوكي انا بس بحطهم جنب بعض هتبقى 25، اوكي. طيب عايزه اقول 38، عندي قلنا 30 يعني 30 و8 يعني 8، 38 هتبقى 38، اوكي. طيب عايزه اقول 45، قلنا 40 يعني 40 و5 يعني 5، هنحطهم بس جنب بعض هتبقى 45، بقت 45 بس كده. وطبعا نفس الكلام بقى مع كل الارقام، عايزه اقول 99، قلنا 90 يعني 90 ورقم 9 يعني 9، فهتبقى 99، 99 بس كده. بعد كده عندي رقم 100 اسمه 100، تمام. طب لو عايزه اقول 101 102 برضو بحط الرقمين جنب بعض، 101 بقت 101، 102 بقت 102، تمام، لحد مثلا 110 بقت 110. عايزه اقول 115 بقت 115، اوكي. عايزه اقول 199 199، انا بس بحط الارقام جنب بعضها، 140 150 بقت 150، 180 180. عايزه اقول مثلا 185 هقول 185، اوكي بس كده. طيب بعد كده عندي 1000 يعني 1000. طب عايزه اقول 1001 نفس الكلام، بحط الارقام جنب بعضها، 1001 بقت 1001 وهكذا. هقول مثلا 1100 هتبقى 1100، 1200 يعني 1200، 1400 عايزه اقول لحد 1900 هقول 1900. طب 1950 1950 بس كده.
ولو حد عايز يقول 2000 او 3000 هيقول ايه؟ طيب احنا اتفقنا ان 1000 يعني ميلا، اوكي، لكن من اول ال2000 هتبقى دو ميلا، تمام، 3 ميلا، 4 ميلا يعني 4000، 5 ميلا يعني 5000، 6 ميلا 6000، 6 ميلا 7000، 8 ميلا 9 ميلا 10 ميلا لحد 10000، 10 ميلا يعني 10000، وهفضل أكمل بعد كده لحد ما أوصل ل100000 يعني 100 ميلا، 200000 دو 100 ميلا، 300000 300 ميلا، وهكذا لحد ما أوصل ل900000 نوفي 100 ميلا. طب عندي ايه بعد كده؟ عندي المليون يعني مليونة، بعد كده لما هتبقى جمع هتبقى 2 مليون و3 مليون، هتبقى 2 ميليوني 3 ميليوني 4 ميليوني وهكذا. وبكده بنكون عرفنا مع بعض الارقام في اللغة الايطالية. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واستنوني في فيديوهات جديدة، واشوفكم على خير. Ci vediamo. La mattina mi sono svegliato, oh bella.